ثم بعض النصوص القديمه اللي ما عادش متلائمه مع قانون الفيدباك. هذيك زاده كيف كيف باش نحاولوا احنا نحسوا مجلس النواب الشعب بضروره تنقيحها. ثم ايضا حاجه اخرى نقول اللي كونه راهو ماهوش فقط في النصوص وانما ايضا يلزم العقليات تتحرك. يلزم حتى العون العمومي يتعامل معناتها بعقليه تحرريه مع النصوص لانه راهي النصوص صحيح فما نصوص معناتها تتحدث مع تقديمه تتحدث مع تعليق كتمان والكتمان صحيح هو واجب التحفظ هذا برنسيب جنرال مي كومون يفو لو كومبروندر يفو لو كومبروندر على لوميير دي تكست جدد موجودين على لوميير دو كونتكست جديد انت توا عايش في عصر ماكش عايش في السبعينات القرن الماضي ولا قبل الثوره ولا انت توا عايش في مناخ جديد مناخ نتاع حريه لازمك دوك حتى في طريقه تاويلك للنصوص هذه تكون متحرك تكون مش تقدم تنقيحات هيئه نفذ المعلومه مش تقترح مشاريع تاع تنقيحات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مجلس نواب الشعب ان شاء الله بحول الله ان شاء الله شنو قبل القانون بشكل معين ان شاء الله فما فما عديد النصوص راهي ربما فما معناتها فيها معناتها تفاصيل او ربما معناتها بعض الفصول اللي من شأنها مش تتعارض مع حق نفذ المعلومه هذيك أشك فوا أنا أقول لك محمد أو حتى لو كان ما ينقعش معناتها التنقيح بصراحة راه فما قانون أساسي جاء بعدها وقانون أساسي دي عنده علوية على القوانين العادية معناتها أنت راه تو نابوزوان حتى باش القانون هذاك يمشي يتمسك ديريكتومون تو في أبليكاسيون قانون نفاذ المعلومة